السلام عليكم وحياكم الله في مزاج بودكاست. صباح الخير يا وطن، صباح الخير يا كويت، صباح الخير يا تراب، أحلى تراب. صباح الخير لكل المتابعين، صباح الخير لكل الأحباب والأصدقاء. اليوم أحس بنشاط غير طبيعي، وحابة إن شاء الله أوعدكم إن أوثق لكم أي فعالية إن شاء الله أقدر أصورها أو أحضر المكان أو أعلم وين فيه راح تقام، وراح أروح إن شاء الله وأصورها وأوثقها لكم في القناة بإذن الله. أمس بالليل رحت حق الأحمدي، كانت واحدة من أخوات من الإمارات الحبيبة، ويا حلات حجيهم ويا حلات قلبهم، تقول لي إن أول يوم وصلنا في الكويت رحنا حق الأحمدي وشفنا الزينة، وعلى هالأساس رحت الأحمدي عشان أوثق، لكن للأسف ما كان في مجال لأن مو مسوين الزينة المعتادة، والشرطة الله يحفظهم كانوا سادين المنافذ للدخول إلى الأحمدي، بالتالي على قولت محاولتي باءت بالفشل. اليوم إن شاء الله ناوية أروح للجزيرة الخضراء، هناك إن شاء الله في فعالية جميلة بحاول أوثقها لكم وأحطها لكم إن شاء الله. ونشوفكم على خير، وصباح الخير.